الجزء الأساسي اللي هو الصوت والفيديو، تنتبهوا لمحاضرة اليوم بالذات. طيب بسم الله، أنا عاد أبدأ. أروح أشغل الباوربوينت، كافة البرامج الملحقة أو مايكروسوفت أوفيس. هذا هو الباوربوينت. أنا الشي بس لحد يشتغل بعد، تخليكم منتبهين معي 5 دقائق فقط. طبعا لو ما تجي تتعامل مع برنامج الباوربوينت أكيد بتفعل مثلا عرض جديد فارغ، تتحكم بطريقة العرض اللي تظهر من اليمين إلى اليسار. شوف الفكرة، تضيف الشرائح. الشريحة الأولى تكون عنوان، البقية عنوان ومحتويات. عنوان ومحتوى تضيف مثلا صورة، تختار أي صورة تعجبك. طيب أنا أضفت الشرائح تبعي، الخطوة اللي بعدها ما أسوي؟ تروح تعمل الكائنات اللي هو الصوت الصور وما إليه. بعدها الخطوة اللي هي التصميم، تختار أي تصميم يعجبك للعرض كامل. بعدها كيف تنتقل من شريحة إلى أخرى، يا إما عند النقر بالماوس أو تحدي الزمن لكل شريحة. لاحظوا معي هذه النقطة، بس أنا بفعل ألبوم صور مرة واحدة. طيب ببدأ الموضوع حقي كما يلي: إدراج ألبوم صور. أروح أحدد فين موقع الصور تبعي، داخل الفلاش، داخل المشروع. انا عاد اضيف في البداية الصور اللي هي قبل الحرب واحددهم كاملة. ادراج. طيب الصوت هذا من عند من؟ ممكن تجيب الجهاز هذا اللي جنب اميرة. اذا لاحظتوها اخترت الصور، أقدر أرتبهم أين اللي تكون الأولى وأين الثانية. وأيضا لا تنسوا أن أعمل صورة واحدة في كل شريحة، ويا حبذا لو أظهرت من التسمية التوظيفية. إنشاء. أنشأ لي ملف جديد تماما يحتوي على كل الشرائح السابقة والصور السابقة، بس لاحظوا أنه أنضافوا لي مع التسمية تبعهم. لاحظت الفكرة معي؟ طيب بعد ما اضفتهم اروح اعمل عنوان: اليمن قبل الحرب. هذا محتاجش. اميرة خليك متابع معي انت ومي. اضفت الصور للكائنات، الان بروح افعل تصميم لهذا العرض كاملا. عاد اختار مثلا هذا التصميم وانطبق على جميع الصور الموجودات معي. اذا الشيء تصميم مختلف للشريحة رقم واحد، بإمكاني أحدد رقم واحد أفعل لها هذا التصميم بالزر اليمين، تطبيق على من؟ على الشرائح المحددة فقط. بإمكانك تعمل أكثر من تصميم. طيب مبدئيا لو أضغط F5 من أجل أعرضه للمشاهدين، بيتم عرضه بهذا الشكل، ويتم التحكم فيه عن طريق من؟ الماوس أو الأزرار اللي في الكيبورد. إذا أنا الشيء أتحكم بالانتقالات، بروح انتقالات، بختار أحد الأشكال الخاصة بالانتقالات ولتكن دوامي. أحدد زمن لأنه بيستغرق وقت كبير للحركة الدوامي نفسها، فأنا عاد أخليه ثانية ونصف. وأيضا أحدد زمن لكل شريحة مقدارها 5 ثواني وأعمل تطبيق على الكل. الآن المفروض كل شريحة كم تستمر؟ المفروض 5 ثواني. طيب لو أضيف لهم صوت، بإمكاني أروح في الشريحة رقم واحد، إدراج صوت، وأصير أختار من الأصوات الموجودة ضمن الموسيقى، أختار مثلا سليبوي. الصوت أفعله خطوتين، إيش اللي أفعلهم يا أمي في الصوت؟ إدراج صوت أول ما أخفي إشارة الصوت. بالضبط. والتشغيل متى يكون البدء؟ عبر الشرائح. عبر الشرائح هذه على كل الشرائح يشتغل. لو اجي اشغلها الان، بس الصوت عندي مغلق. طبعا هذا الجزء الاول من الدرس، باقي من الصور اللي بعدها حالها. تمام، بس اضيفهم في موضوع منفصل تماما بس بنفس الحرف.
هيدي كلها. طيب لو عمل ادراج البوم صور، احدد موقع الصور الجديده اللي هي الصور تبع الحرب. المشكله ان هذه الصور الان طبعا بفعلهم نفس الخطوات السابقه، احتواء في صوره واحده، وايضا يكون شكلهم ذات الحواف الناعمه، وعمل لهم اي اظهار التسميات. ليش بنفعل اظهار التسميات؟ تظهر لكل واحده ايوه، على اساس اذا انا شفت على التعليقات. المشكله انهم ظهروا لي فينا في ملف جديد مستقل، انا الشيء اسحبهم واحطهم تحت هذا تماما، احددهم كلهم، حددتهم كامل، افعل لهم قص، اروح للعرض السابق في النهاية في هذا الموقع، افعل اي لاصق وعن ضافوا لي. طيب شوفوا هذا الجزء الان الجديد اي بس الشيء تفعل بين البوم الاول والثاني بعد الحرب والبرنامج ايوه بالضبط، هذا اللي عاد افعله تماما. عشان عندك كشف يا زيد ما يحق فادي الاسود. لاحظوا هذا العرض الجديد الان هذا عامل بصوره مستقله تماما، من حيث التصميم، من حيث الحركات، من حيث ايضا الصوت، معامله كامل مستقله. وانا محدد عليهم اروح افعل لهم تصميم مختلف، وليكن التصميم التالي تطبيق على الشرائح المحدده فقط. ايضا اللون يبقى اللون زي ما هو، ولا اقدر اغير اللون من هذا المكان بحيث يكون اللون متقارب مع اللون السابق. تمام، هذه الخطوة الأولى. الخطوة الثانية الانتقالات، بجعلها انتقالات ولتكن على شكل مكعب أو ناقلة. طيب ناقلة تقدر تتحكم كمان في الاتجاه من اليسار أو من اليمين، بس لا تنسى الانتقالات تكون أي مدتها 4 ثواني، وعمل تطبيق على طبعا من غير ما افعل تطبيق لأنه محدد بتطبق عليهم دايركت. تمام، أصير أغير العنوان، هانا الحرب في اليمن. طيب ايش ابدا صوت هنا؟ هذا القصه اللي يكون فيها الالتباس عندكم. ايش الصوت الاول يتوقف متى؟ قبل الحرب في اليمن. ملاحظه القصه ويني؟ الالتباس اكثر مشكله في الباوربوينت هذا النقطه. اذا ايش الصوت الاول يتوقف بعد الشريحه الكم؟ عايز يستمر 12 شريحه. وش يبدا صوت جديد من هذا المكان؟ طيب اروح اوقف الصوت الاول كالتالي، تحدد عليه، تروح لحركات معك جزء الحركه، هذا الصوت حقك اللي اسمه اسليبوي، تفعل له خيارات التعثير، بيظهر لك في هذه النقطه ايقاف التشغيل. متى يتم ايقافه؟ بعد كم شرائح؟ بعد 12 شريحه. هذا اللي عاد ترتبشوا فيها مره ثانيه. طيب لحظة، عاد ابدأ صوت جديد من هذا المكان، اصير اعمل ادراج صوت واحدد بس داخل المشروع، هذا هو نفس الخطوات. هذا الصوت افعله في البداية ايش؟ اخفاء اثناء العرض، تشغيل عبر الشرائح، بس الشيء يستمر. لاحظوا من هذه الشريحة 1 2 3 4 5 6 7 8 9 شرائح 10 11. كيف اخليه يستمر 11 شريحة؟ ايوه كيف، مين ذكرني مرة ثانية؟ ايوه جزء الحركة، وادخل على التأثير، خيارة التأثير، توقف بعد 11 شريحة. لهنا الموضوع مفتهم. طيب لو ما عملناش كذا عايز يستمر يتداخل الاصوات مع بعض يتداخل. ايوه طيب ليش يضيف فيديو هنا تحتهم في الاسفل؟ تعمل شريحة جديدة يا حبذا لو تكون فارغة، تصير تعمل ادراج فيديو. طيب معكم فيديو داخل مجلد الفيديو هذا خاص بالحيوانات البرية، لاحظوا ايش نوعه؟ WMV، مش MP4. هذا ادراج الفيديو هذا اشتي من تشغيل، لاحظوا مفعل يشتغل في وضع من الشاشة. متى يبدأ يشتغل؟ تلقائي ولا عند النقر؟ تلقائي أفضل، يشتغل من نفسه. طيب الفيديو هذا لاحظوا الوجه شغله، بيتضمن كثيرة. لوش يا قصة؟ بس المقطع الخاص بالأي بالطيور مثلا،
تقدر تحد على الصوت وتروح لتشغيل تعمل له اي. لاحظوا هذا الزر اقتطاع الفيديو اللي باللون اخضر نقطة البداية واللي بالاحمر نقطة النهاية. انا اشي بس المقطع الصوتي الخاص بالطيور. الطيور بيبدأ من فين؟ تقريبا من هذا المكان. موافق. لاحظوا الوجه ضغط F5. طبعا انا لو ما اجي احفظه لابد ما تحفظه اول شيء بنوع برزنتيشن. طيب انا عاد احفظه في المستندات بنوع برزنتيشن. واذا انت تحفظه كفيديو تعمل حفظ بس تختار نوعه. لاحظوا معي باربون شو هذا غير قابل للتعديل. معي تمبلت هذا قالب. معي ويندوز ميديا فيديو هذا احتفظ لك اي كفيديو. حق العمل كله بالاخر احتفظ كفيديو. بس الفيديو عاد يتأخر شوية. يجلس يحتفظ بفترة طويلة. مبدئيا انا بجي اضغط F5 اجربه. توقف الصوت وبدأ الموضوع الثاني. الان هذا مع صوت مستقل عن الصوت السابق. لاحظوا اخر خطوة الفيديو وقف بدي اشتغل الفيديو. بعد اشتغل من فين؟ من عند المكان اللي فيه الطيور مش كامل. وبنتهي العرض. والان انا بنحوله الى مقطع فيديو عن طريق الحفظ بنوع ويندوز ميديا فيديو.